لكن العرض من الاجهزه اللي او من الثلاجات اللي بتستهلك كهرباء كتير قوي، وناس كتير ما بتاخدش بالها من الثرموستات او المؤشر بتاعها ان هو بتغيره. في الشتاء لازم تخليها على واحد اوف، دي بيقفلها خالص، وبعدين واحد دي اقل درجه تبريد، مش علشان بس الحاجه بتجمد اكتر من اللازم، لا كمان ده بيوفر لك في الكهرباء كتير جدا. المؤشر بيكون في مكانه هنا اعلى الثلاجه على واحد في فترة الصيف، في فترة الشتاء ده هيخلي التبريد كويس جدا، اما في فترة الصيف بنخليها على ثلاثة او بين الاثنين والثلاثة على حسب بنفتح الباب كتير او لا، لو بتفتح كتير نخليها على ثلاثة، وفي الشتاء ما ننساش نخليها على واحد.